FM. الكلمة ليك. بحثنا اليوم جمعية الشبان الباحثين عن العمل محمود سيرين بشير باش كملوا نحكيوا أكثر على البروجي هذا. أنت سيرين الشيف دو بروجي. ثم شكون عمل لي كومنتير قال لي راهو مادموزيل نحاد من عام 2012 دونك توا لازم تقول مدام في البروتوكول ولا يقولوا مدام ما عادش يقولوا مادموزيل دونك توا أي واحد يقول لك مادموزيل قولوا سامحني قولي مدام دونك فوالا هذا بالنسبة معلومة فرنسية بحتة الغالب ثقافة إنجليزية خاطي جملة المعلومة هذه دونك باش نحكيوا على سؤال سألتهم بكري شوية محمود قلت لك اليوم سوفت سكيلز عند الشاب التونسي شنو النقائص اللي تراهم انت باهي باش نبداو واضحين مع الناس الكل لي شانس نتاعك باش تخدم بالدبلوم نتاعك معناتها الدبلوم شنو يزيدك كو 7% من لي شانس باش تخدم ان فو تو اللي ولا شفما قداش فما معناتها شيرشور دومبلوا ما نحبش نقول بطاله ولا ولات اصعب باش تلقى خدمه صحيح شحت لكن شنو الحل الحل شبدو في بين احنا رانا كيش نعملو ريكروتمون نتاع انسان في شركه ماهيش ماكينه افيك دي كاركتيرستيك تكنيك شنو تاكل ضوء شنو تاكل ماء شنو تاكل غاز لا باش نخدمو مع انسان والانسان هذاك مهم ياسر على خاطر باش يعدي معايا 8 سوايع نجمو ما نتفهموش سوسيابل لا كومونيكاتور لا في معناتها في الجروب كيفاش يخدم هذوما كلهم يتخدموا فين باش نكبروا لي سوفت سكيلز نتاعنا ولي كومبيتونس هذوما بيرسونيل نتاعنا وين باش نكبروا مش في الفاك مش في الليسي هما في الجمعيات مش في القهوة تجم انت وين شي البوسيو بتاعك في القهوة انت شكونه بخالد لكن الحاجة حسين العمل في القهوة يقعدوا لك لابين سي 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 توكسيك فوالا انا شو نقول نقول راهو الفو تمشي سي لا خاطر شنو توفر ان فيت لي اسوسياسيون بصفة عامة سي لابرونتيساج بار لابليكاسيون اليوم مثلا 22 ans directrice في événement aussi important avec c'est vrai qu'elle est très important على خاطر جايبه اليوم coach international renommé عندك برشا خدمه une équipe à gérer à 22 ans تعلمت شيء غلطت برشا تعلمت بالعكس مي سي بيان فرحت خاطر تعلمت غاديك هذا هو الجمعيات لازمنا اولادنا نعاودوا نرجعوا للجمعيات نمشيو ننفعوا كلكو سوا شنو اللي معناتها وين تحب تنشط شنو تحب تنشط احنا ديجا اليوم زوج جمعيات موجودين معناتها بشير رئيس جمعيه نتاع صيد البحري معناتها الرياضه البحريه في سليمان كان يحكي لي بكري شويه فوالا معناتها هذايا كيما نقولوها تولي ثقف احنا كنا ناخذ التجربه سكندينافيه راهو راهي عديد مخجله بالنسبه لي نحنا راهو تلقاه العديد نتاع الجمعيات يمكن في كل جزء من الناس عندهم جمعيه بريسك معناتها تلمون العباد تلقاهم في وسط جمعيات وناس اديري ما نقارنوش لي كونديسيون بوتيتر في تونس ما تعرف انت ولا الامر ما متشدد برشا على الجمعيات لانه نعرفوا الجمعيات ثم الجمعيات بدلت الصبغه نتاعها في اخر دقيقه ولا تخدم في اخدم معناها تعمل في اعمال اخرى دونك هذاك علاش فلتنا فرصه كبيره احنا نقول بعد الثورة صارت فما كل الجرينتا بتاع حب البلاد خسارة ما عرفش نستغلوها رينا ناس بالحق قالت يزي بحبوا البلاد الله غالب انا شو نقول انا جو سوي وسي بوزيتيف كو بو ايماجيني راهي باش تصلح باللي جون نرى تبارك الله اليوم استوديو ما يفوتش 30 سنة تبارك الله لي كومبيتونس تكنيك ومعناتها وكولتوريال وليد دخلت في 30 وليد دخلت صحيح ما كانوا لازم عمرهم كل اليوم ما لقاوش 100 سنة فهمتني رئيسنا اكبر منا لما حاله كل ما فهمتني لكن الحاجه اللي نقولها حاجه مهمه راهو افيك 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 لي جون والله باش تجي والله باش تنجح تونس يفويك خو هكا نخدموا عليها نصبروا عليها شويه مش معناتها نصبروا عليها باش نخليو الناس تعمل اللي تحب يضر لها نقفوا ونكونوا فاعلين ولا وانت عامل علي اللي عاملين عليك تبقي تجي باهي هذا اللي ينقص الشباب سامحني تفضل شنو هو اللي ينقص الجمعيات توا الجمعيات عندنا مشكله كبيره في بعد 13 سنه يمكن جمعيات مش مع مدني بالكشافه من غرفه فتيه لبرشا تجارب انا والقائد بشير كما نقولوها الحاجه اللي نحب نقولها مهمه على الاخر الجمعيات اليوم لازم تنتقل من بالحرفيه نتاعها لازمنا اليوم نراو مش مع مدني اكثر يجرح اكثر كما نقولوا اقوى ومتمكن من القانون ساعه متمكن من لي تكنيك دو سبونسوريزاسيون اللي هم مهمين على الاخر متمكنين من كل تكنيك دو كومونيكاسيون اليوم الديجيتال ماركتينغ ولا حاجه انوتي تري اسونسييل في الماركتينغ نتاع لي اسوسياسيون فير اون شوز سي بيان مي لا فير سوفوار سي توت ان اخر
اخر سؤال نختم به هنا مالك سمحني, ما تلاحظش اللي الشباب فما نفور من الشباب على الجمعيات على خاطر هو يعرف وراء اللي الاحزاب السياسيه تغازل برشا الجمعيات وتستعمل بين ظفرين كلمه الجمعيات, دونك هو يولي هارب يقول لك يعني من برا فما حاجه والداخل فما اهداف اخرى, دونك الشباب تلقاه بعد نوعا ما للجمعيات خاصه بعد الانتخابات. هنا فما مشكله كبيره وانا عندي عندنا موقف منها. راهو العمل السياسي ماهوش عيب, راهو فضاء من الفضاءات نتاع تفعيل المواطنه نتاعك, لكن اليوم فما سقراط يقول كلمه عقاب الاذكياء الذين يستقيلون من الحياه السياسيه حكمهم من الاغبياء. خويا انت تخلي التيران فارغ وبعد تجي تقول راهو معناتها المجتمع السياسي كورومبو, غلطك انت قبل غلطهم هما. خلينا نشوف بشير عنده اضافه في الموضوع. وي هو جينيرالمون معناتها في الموضوع هذا معناتها باش نكملوا يلزم معناتها السونس دو بينوفولا معناتها يلزم العباد تفهم اللي راهو العمل التطوعي. العمل التطوعي كي تعطي من وقتك راهو باش تعطيه لاولادك نهار اخر. الولدي انا نهار اخر انا ولدي باش يرقى تيران معناتها ويرقى اون بون هيستوار راكونتي يقول انا بابا كل عام عمل وعمل وعمل وعمل, مش بابا مشى يخدم وروح رقد ومن بعد مغض ورجع يخدم. الى اون هيستوار راكونتي سي سا لو بلوز امبورطون معناتها بالنسبه للعباد وبالنسبه لينا احنا معناتها باش نطوروا في البلاد هذه. صحيح اوكي تخدم خدمتك وفي نفس الوقت تعطي لبلادك باش نهار اخر ترقاها لاولادك. باش نكملوا النقاط الاخرانيين بالنسبه للانترفيو نتاعنا بيسكو خاطر رامي مش بالعاني من بعد شويه مش بالعاني على الاخر مش بالعاني على الاخر انت تذكرت وانا نسيت ولا كنا نسينا محل ما انا باه نكملوا بكري كنا باش نحكي معك انت سيرين كان عندك اضافه على خاطر ما عادش عندنا برشا توقيت دونك نحاولوا فيسع فيسع. بيان سور نفكر بالايفينمون نتاعنا قلع بلاستيك غدوي كافي جينا الوزير à 16h l'achaya je suis un formateur international monsieur Marc Detienne مرحبا بكم و autre le page نتاعنا association des jeunes chercheurs d'emploi pour plus d'informations c'est gratuit voilà. Zadala. بلاش جاو بلاش جاو برك نعطيك الكلمه الاخيره اللي كنت بشير كان عندك اضافه في الموضوع. سي بون كاو سي بون كاو سي بون كاو محمود انا نحب نحيي شركائنا في الجمعيه احنا لما حل ما نسميوش شركه لا لا شركائنا لاسوسيسيون لاسوسيسيون اوكي فوالا لي مامبر احنا نقولوا شريك خاطر مشروع بريف نحب نقول لهم يعطيكم الصحه ايكيب دو اون فانتين دو كومبيتونس دي جون دو موان جون. نحب زاد نقولوا لشريكنا زاد سي قاسم هو اجرى عمليه البارح ونحب نقول له ان شاء الله باللطف عليك ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس. بلا يعطيكم الصحه ميرسي بوكو على التدخل نتاعكم جمعيه الشبان الباحثين عن العمل كما قلنا ليفينمون قلع بلاستيك دونك غدوه تقليع ان شاء الله تقليع كنا باش نقلعوا مع بعضنا بلاصتنا بيان سور مش نقلعوا البلاصه الاخرى. كاب اف ام الكلمه ليك